المشاركة ديالي في مهرجان متوسطي ديال الناظور اللي مشاركة كنفتخر بها، أول مرة غنغني في أون بلانير قدام جمهور ريفي عريض. كان سبق لي وجيت لمدينة الناظور في مهرجان السينما، فكان مغطاة صال صغيرة، ولكن اليوم داكشي اللي كنبغيه هو اللي غيكون اليوم إن شاء الله، جمهور كبير، عرض يعني داكشي اللي كنديرو في أي مكان في العالم العربي اليوم غنديرو في الناظور. كنتمنى تكون حفلة ناجحة. أليكس ميكا كان بيني وبينه تعامل تقريبا هذه سنة ونصف، كانت أغنية نعرفك تبغيني، للأسف كان وقع له حادث سير وتأجلت بعد ما صورنا الكليب، تأجل البروجي، ومن بعد فجأة هو بغى يخرج الأغنية معايا، جاتني تزامنا مع العمل اللي غنخرج أنا، فبيمكن ليش ما لقيتش ليها الوقت، فمؤخرا خرجت الأغنية اللي هي نفسها. كنتمنى لهم كل خير، ابتسام تيسكات وأليكس ميكا، أغنية جميلة، الله يعطيهم يعني تيسير في هذه الأغنية إن شاء الله. أميرة زهير فنانة يعني بهرتني من شحال هذه في لي كوفر ديالها وبالصوت ديالها، وكتبعت لي الأغاني، تقت في هذه البنية اللي غتكون عندها كلمة كبيرة في المستقبل. عطاتني أغنية ديال ياما، وزعتها مع رشيد محمد علي اللي كان وجه لي تحية كبيرة، اللي ضرب فيها مجهود كبير ولقات نجاح كبير، والتصوير حتى هو كان في أعلى مستوى مع سعيد مساريه لو رياليزاتور ولي دونسور شرف الدين ناجي، ما بغيت ننسى حتى واحد، كنزه النافي في ستيليزم. شكرا لكل طاقم هذا العمل اللي سهر عليه باش يكون ناجح بهذا المستوى، شكرا للصحافه واللي غاديو اللي كيدعموا الاغنيه المغربيه، وحنا غاديين. شوف ما عندي ما نجاوب، يعني ديك النهار جاوبت ان حاتم عمور هو حاتم عمور، وسعد المزرد هو سعد المزرد. شوارع ديال هولندا راه هولندا هذيك، وانا تصورت فيها، وهذاك راه وجهي، وهذوك الملابس ديالي، واللي بغى يقول شي حاجه يقولها. خليكم دائما متبعين اخبار الفنانين، حاتم عمور كيبغيكم بزاف.